اهلا وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار. والنهاردة معانا طبق بسلة باللحمة، مش عايزة اقول لكم على طعمته على جماله. عاملة جنبه رز ابيض، عاملة جنبه النهاردة ملوخية خضرة مش ناشفة زي كل مرة ما كنا بنعملها. وتعالوا يلا هنشوف الطريقة، ونشوف كمان في تكاية بتعمليها بتخلي لون الطبيخ كده احمر، عشان طبعا الطبيخ ده بشوربة، فلازم تعرفي ايه هي التكاية دي عشان طبيخك يبقى لونه احمر وبيلمع وجميل كده. يلا هنبدأ مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. المكونات معايا بسلة بجزر، معايا طماطم متفرزة، معايا ده حوالي كيلو بسلة ونص جزر، معايا السمنة اللي سيحناها مع بعض اول امبارح، معايا كمان لحمة مسلوقة بس دي مش مسلوقة النهاردة، يعني دي مسلوقة من امبارح. زي ما انتوا شايفين جايباها كلها حمرة، معايا حتة دهن صغيرة، معايا بصلتين، معايا كمان رز ومرقة فورية عشان هعمل رز ابيض، ما جبتش الشعرية النهاردة. يلا بينا نبدأ نشوف اول حاجة هنعملها ايه. اول حاجة زي ما احنا عارفين هنخرط البصل. حد يسألني بتخرطي ليه البصل على طول على ايدك؟ عشان الكبة بتاعتي اللي شاف الفيديو بتاع الكفتة الصيامي اللي هي كفتة الفاصوليا، اكيد شاف الكبة بتهنج، يعني يا دوب كده ايه، ستر ربنا انها بتعمل الحاجات اللي ما بعرفش اعملها بايدي، فمش هضغط عليها وبخرط البصل على ايدي لغاية ما ان شاء الله اجيب كبة جديدة. هنا طبعا ابتدينا دي الزبدة اهي، بصي شكلها جميل ومش محروقة وحلوة خالص. هحط معلقتين واقلب كويس لغاية لما اشوف هحتاج تاني ولا لا، لان طبعا انتوا عارفين ان المواد الدهنية زي الزيت والسمنة بتعلي الكوليسترول في الدم، فاحنا بناخد المقدار اللي يبقى مظبوط، لا قليل قوي يبقى طعم الطبيخ وحش، ولا كتير قوي ازود الكوليسترول عند ولادي وبيتي. لقيته محتاج فزودت اهو معلقه سمنه، لان طبعا انا على حسب كميه البصل وعلى حسب كميه الطبيخ اللي انا بعمله، يعني انا حاطه كيلو بسله وحاطه نص جزر، وعندك حوالي كيلو الا ربع لحمه، وعندك حوالي كيلو الا ربع طماطم، فالسمنه دي لما تتوزع على كل الطبيخ ده مفيش اي مشكله. هنا بدات البصله تاخد لون، اللون ده بقى بيخليني اعمل ايه، مش هسيبها واروح في اي حته، يعني لو سبتها بعد اللون ده وعملت حاجة حواليها هتتحرق، فبفضل اقلب اقلب. وادي الطماطم المتفرزة بصراحة نفعاني جدا، لو انا مستعجلة ولا اي حاجة بطلع الكيس بيبقى زي الفل، وهي قربت تخلص ان شاء الله اجيب قفص قوطة وافرزه معاكم. طبعا الطبيخ بالنسبة لي ما بحبش اي اضافات وافتكاسات، بحط معلقة الملح وفلفل على كيس المرقة الفورية وخلاص على كده. تعالي بقى شوفي التكاية، الخضار اللي بتعمليه بلحمة، انا دلوقتي حطيت اهوت البسله، ما ينفعش خالص احط له الشوربه باللحمه دلوقتي، عشان الشوربه هتخليه باهت، بضيف له ميه وبعد ما بيغلي شويه ابتدي احط ايه الشوربه واللحمه، لكن ما ينفعش كده غلي اهو ده بالميه. بصي بقى لون التسبيكه عامله ازاي، حمرة وجميله عشان حطيت ميه، لو كنت حطيتي شوربه كانت هتبقى بهتانه ولونها بمبه مش احمر وما كانتش هتبقى حلوه، فعشان كده بقول لك حطي ميه وسيبيها تغلي وبعد كده زودي بقى الشوربه واللحمه بتاعتك زي ما انت عايزه. هبتدي احط اللحمه، اللحمه مش عايزه اقول لك بجد حلوه جدا، جايباها صغيره وجايباها كمان من مش من الفخده، جايباها من الكتف، فمش عايزه اقول لك انا اللي قلت له حطي لي حته دهن صغيره اللي هتشوفوها دلوقتي عشان بس تدي طعم للاكل، لكن مش اكتر من كده. زي ما انت شايفه كلها حمراء علشان برضو زي ما بنقول الكوليسترول، او احنا سننا عدى ال40 فما ينفعش بقى نفضل كل شويه ايه رايحين جايين على الدكاتره. ادي حته الدهنه الاخيره الصغيره دي، هحط شويه شوربه صغيرين. بصي الشوربه اول ما تحطيها تبقى باهته ازاي، بس عشان انا ضايفه ميه، بعد ما هتغلي هتشوفي اللون جميل ازاي. هنا طبعا محتاجة شوية شوربة تاني هضيفهم، عشان انتوا عارفين ان البسلة بتاخد سوا، فبدل ما اقعد اروح واجي عليها هحط المقدار اللي انا عايزاه لغاية ما البسلة تستوي وتبقى جميل. اقلب كويس واغطي عليها واسيبها لما تستوي. رجعت بصي لون التسبيكة عاملة ازاي، كأني جايبة بطيخة حمرا بالظبط، بصي لونها وبصي شكلها، وكمان مش عايزة اقولك بقى شم ريحتها فظيعة فظيعة، الطريقة دي بتخلي التسبيكة حلوة وجميلة. وادي بقى طبق البسلة بيتكلم عن نفسه،
البسلة جميلة خالص، وطبعا فوائدها كتير. ادي طبق الرز اللي من غير شعرية، رز ابيض. طبق الملوخية ما اقولكيش على جماله، حاجة كده من الاخر. الاكل ده عايزة اقول لكم ان هو ما فيش احسن منه. ما تقوليليش بقى ولا كل الكلام ده. اعرفي ان الاكل اللي بره ده صدقيني معظم الناس بتجيبه، بتجيب الاكل ده، بيبقى اكل مش حلو خالص ومش ظريف، وبيبقى كمان الحاجة مادة كده رخيصة. فلا، اكل البيت ما فيش احسن منه. كل سنة وانتم طيبين.